جولتنا المنوعة بلشت وبداية أخبارنا من لبنان. إعادة ترميم صالة بمحيط مرفأ بيروت بأيادي عدة شباب لعرض من جديد قطع فنية مختلفة بتحاكي الحرب والسلام تحت عنوان كان يا مكان بهدف عودة الحياة لهالمنطقة. وحننتقل على فلسطين. شارك مئات الأشخاص بالإضاءة الرسمية لشجرة عيد الميلاد بالبلدة القديمة بالقدس، وتجمع المتفرجون لمشاهدة إطلاق الألعاب النارية بسماء المنطقة. وسارت فرقة الكشافة مع المزمار والطبول وسط الحشود كجزء من الاحتفالات. وبجولتنا الأخيرة حنروح على اليابان. اتمكن زوار والمقيمون من مشاهدة عرض الضوء السنوي بالعاصمة طوكيو بمناسبة الأعياد بعد انحسار عدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من العام الماضي.